اول حاجه بغيت نبدا بها الفيديو تاع اليوم، وشكرا على رسائلكم. العديد من الرسائل وصلتني، كان بزاف مغاربه بعثوا لي رسائل قالوا لي نتمنينا انه الجزائر تطلع معنا لكاس العالم ونكونوا كيف كيف كاس العالم. صراحه رسائل كثيره وكثير من الناس تكلموا على التحكيم الكارثي في تلك المباراه. اريد ان انوه الى شيء اخر، يعني كي تلقاو صفحات ينشروا يقولوا يعني المغرب تسبب في خساره الجزائر الاخير، ما تديروش عليهم خاوتي، باسكو هذوك الاشخاص هذوك يحوسوا على الباز وكي تهضروا عليهم ديجا هذاك هو البليزير تاعهم، هذاك هو الهدف تاعهم. لذلك خوتي اللي يخمم معقول باين تخممه كيفاش داير. مباراة كرة قدم ربح وخسر، هذه هي كرة القدم وهذا هو الرياضة وهذا هو السبور اللي تربينا به وتعلمناه ولعبناه ملي كنا صغار. ونشكركم مرة أخرى أي واحد رسل لي يعني صراحة لي ميساج كيما نقولوا، خلوني كيما نقولوا نحس بواحد الراحة، لأنه صراحة البارح كان نرفزة كبيرة لأنه مباراة لعبت لنا بالمشاعر تاعنا. نتكلم على مباراة الجزائر، يعني اللي ما شافهاش يعني ننصحكم انكم تروح تشوفوها لأنه فيها قتال كبير. تسجل الجزائر ثم يلغى الهدف، ومبداتيك ضربات جزاء غير لا تحتسب، ريتم عالي ومبداتيك يعني كسر ريتم، سجلنا هدف قاتل ومبداتيك سجلونا في آخر ثواني، يعني أمر لا يتوقعه، يعني أمر لا يتقبله العقل، ولكن يحدث في كرة القدم. أهداف في أواخر الثواني تحدث في كرة القدم، شفناها. ولكن الأمر هذا اللي طرى بطبيعة الحال كما نقولوا بمشيئة الله، وفي نفس الوقت ما كانوش موافقين، ما كانش مكتب أن الجزائر تلعب كأس العالم هذا السنة. رامي طالبوا بطبيعة الحال إعادة النظر في المباراة، ولكن صعب جدا أنه يتم إعادة لعب المباراة لأنه صافرة قد انتهت، يعني بصافرة الحكم لو كان حبست في وسط المباراة إلى غير ممكن يكون فيها بطبيعة الحال كلام، ولكن بصافرة يعني انتهت المباراة بصافرة في الفيفا. أنا على حساب وش نعرف ثقافتي الكروية صعب جدا. المهم يعني انا اهنئ مره اخرى خوتي المغاربه اللي هنئوني واللي قالوا لي طبيعه الحال صبروني، نهنئهم مره اخرى، مبروك عليكم في المونديال، ان شاء الله سنشجعكم. انا شخصيا نتكلم على نفسي وعارف باللي بزاف ناس بطبيعه الحال راحين يشجعوا المغرب، انا شخصيا راح نشجع المغرب طبيعه الحال كبلد جار، وتونس حتى الاخرى راح نشجع تونس ايضا حتى الاخرى ان شاء الله. وكان واحد الفيديو بعثوه لي بطبيعه الحال من قناه الصحيفه الرياضيه، تجدون رابطها في الديسكريبشن بوكس، قناه رياضيه يعني طبيعه الحال مصور من الجماهير بطبيعه الحال. العنصر اللي لعب دور كبير جدا، احنا يعني بطبيعه الحال شمال افريقيا معروف علينا التشجيعات الجماهيريه بطبيعه الحال اللي تكون بقوه بطبيعه الحال، هذه بمحاذاه الملعب وهنا الملعب. عندي اصدقائي سكنوا قرب من الدمور، تحياتي اليوم على رسمي يعني اقرب وحده لي رحاب معاق، تحياتي لك بطبيعه الحال. كل ما تكون فايت على الدمور تصور لي الدمور، يعني الملعب ملعب تلعب فيه الرجاء ولعبوا فيه العديد من الدربيات، صراحه ملعب جميل جدا. بداية المباراة هذه بطبيعة الحال قلت لكم يعني الجمهور عنده دور كبير جدا، هنا كأنك راك تشوف يعني بطبيعة الحال كأنك حاضر في الميدان. دخلوها بالمناسبة ياسين بونو إن شاء الله يرجع سالم وعافى، صراحة إصابته كانت خطيرة ومخيفة في نفس الوقت، إن شاء الله ربي يشافيه ويعافيه. بطبيعة الحال يعني نفوتوا شوية ونوصلوا إلى لحظات نشيد الوطن، نشوف الجماهير كلهم بصوت واحد، عدد كبير من الجماهير. كيف شوف شوف ما شاء الله، صراحة صور جميلة. أنا يعني صراحة أرسل لي الفيديو أحد المتابعين، عدد كبير من الجماهير، ملعب ممتلئ. خلينا نشوف يعني في بداية الأهداف، لأن المنتخب المغربي سجل العديد من الأهداف فايزة مشيدين في هذه المباراة، يعني كانت مباراة كأنها مباراة كما نقولوا أميكان، لأن مباريات مثل هذه بطبيعة الحال هاي الحاجة اللي تعجبني في شمال أفريقيا أنا في ميجان، يعني برغم أنها خطيرة إلى آخره، ولكن نشوف ملعب بدون في ميجان ماشي ملعب بالنسبة لي. يعني هذا اللي في ميجان يعني أساس تشجيع. والتحية لكل زولترا بطبيعة الحال، زولترا في كل بلد يعني خاصة دولنا في شمال إفريقيا، سواء إطرا الرجاء ولا الوداد ولا الجيش الملكي ولا بركان ولا مولوديا ولا اليوسما ولا سطيف ولا جيسكا ولا حتى أي فريق بطبيعة الحال. يعني صراحة زولترا اشتقنا لهم، العودة تاعهم إلى الميادين إن شاء الله تكون بقوة بطبيعة الحال الموسم القادم، أقوى من الموسم هذا. لاعبين الكونغوليين بطبيعة الحال يتمركزوا في أماكنهم، لبسوا اللون الأبيض بطبيعة الحال. بدأت الجماهير تشتعل، يعني مباراة كيما هذه تكون تستنى كل شيء، تكون تستنى كل شيء، ولكن شوف شوف الكراكاش بدا، يعني كراكاش كيما نقولوا صغير، تستنى كل شيء في مباريات كيما هذه. وعلاش؟ لأن مباراة سيري صعبة بزاف يعني، ولكن في نفس الوقت
راك تشوف بلي كرة القدم ما كان فيها حتى ماشي علوم دقيقة، يعني بإمكان أن المفاجأة تحدث عاجلا أم آجلا وحتى بطبيعة الحال في المباراة، لأن ولا واحد كان يتوقع النتيجة تصل إلى 4 أهداف، ولكن كان في يوم المنتخب المغربي قام بطبيعة الحال استغلال كل فرص اللي جاته وسجل بطبيعة الحال كل هذه الأهداف ما شاء الله بسم الله. يعني الجماهير بطبيعة الحال أجواء، أنا باغي أشوف بعد الهدف أجواء ما بعد الهدف. هدف أو الهدف طبيعة الحال هذه عن الهدف، هذه أثناء الهدف صح؟ 1-0 أوكي، يعني راك تشوف الناس داخل ملعبهم ما يعرفوش باللي تسجل هدف. هذه حدثت في سنة 2009، يعني ناس كانوا داخل ملعب حتى عيطنا لهم في التليفون قلنا لهم أنه إحنا سجلنا الهدف 2009 ضد مصر في السودان، لأنك لما تكون في الملعب تكون مركز مع التشجيع إلى آخره. وزاوية حتى هي بطبيعة الحال ماهيش زاوية قريبة من الملعب بشكل كبير. البوق مبروك صراحة، مبروك صراحة. يعني الفيديو هذا كامل من قناة صحيفة رياضية، يعني في الأخير نقول باللي الجماهير بطبيعة الحال عندها شارم ورونق، وعندها بطبيعة الحال في نفس الوقت إضافة كبيرة بزاف مباريات كيما هذو. يعني حتى الحكم لما يكون في وسط الجماهير كيما هذه وتشجع بصوت واحد ومرتفع، يعني الحكم لما يروح يقرر قرارات يفكر مرتين، يعني ماشي يقرر فقط يعني قرارات تعسفية مباشرة. الجمهور عنده بطبيعة الحال دور كبير جدا، والجمهور بطبيعة الحال احنا في شمال أفريقيا وخاصة كما كنت تشوفوا في هذه المباراة الجمهور المغربي ماشي غريب عليه، يعني مساندة الفرق تاعه سواء الأندية ولا المنتخب الوطني في أكبر المناسبات صراحة. وأهم شيء وأحسن حاجة ممكن تقدمها لهذا الجمهور هو أنك تفوز وتحقق نتيجة إيجابية، يعني الشيء هذا صراحة أنا بكل طبيعة الحال بكل روح رياضية نبارك ونهنئ الشعب المغربي على هذا الفوز. وفي نفس الوقت طبيعة الحال حتى في الجزائر كان هناك عدد كبير من الجماهير اللي سافرت إلى الولاية اللي لعبت فيها المباراة، وفي الآخر مساكن عاودوا ورجعوا محطمين إلى بيوتهم. طبيعة الحال كان عمة المدرب الجزائري توفات بعدما سجل الكاميرون، طبيعة الحال يعني تخلطت قال أمور. ولكن كما قلت لكم في البداية وقلت لكم ألف مرة نروح ونعود ونقوله تبقى هذه رياضة كرة القدم ويبقى هذا فقط سبور، وتبقى فقط طبيعة الحال متعة وفرجة، وإن شاء الله الفوز للأفضل دائما، وإن شاء الله ربي سبحانه كما نقوله يرزقنا الأفضل دائما. في نفس الوقت إفريقيا شفتوا طبيعة الحال مهازل كثيرة، شفتوا لما ذهب المنتخب المغربي إلى الكونغو كان هناك تشويش على التدريبات بطريقة غريبة، كان هناك طبيعة حال العديد من التهديدات. التحكيم ما نتكلموش عليه نهائيا في إفريقيا صراحة، تحكيم كارثي فيزيولوجي. المهم العديد من الأمور السلبية نتمنوا أنه ما نشوفوهاش بالا سويت، ما نشوفوهاش في المواسم القادمة والمناسبات القادمة. وبقى لي غير نقول لكم شكرا لكم جدا أعزائي المشاهدين، نلتقي في فيديو القادم إن شاء الله، وربي إن شاء الله يحفظكم. السلام عليكم وشكرا لكم على رسائلكم وعلى الحب تاعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.